حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة، المواجهة في هذا العام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آلاف من اللهجات واللغات حول العالم، وكلها تصب في منحى واحد، الإنسانية. هذه الإنسانية التي وحدت الناس وجمعت الناس رغم اختلاف لغاتهم ورغم اختلاف لهجاتهم وألوانهم وأشكالهم. في اليمن تتميز اليمن بتنوع ديموغرافي هائل، هناك يعني إلى جانب اللغة العربية هناك أيضا لغات أخرى يتم استخدامها في اليمن، منها الأمهرية أو الحميرية كما يوصفون، هناك السقطرية أيضا التي يتكلم بها السكان في سقطرة، كثير من اللهجات من محافظة إلى أخرى. في هذه الحلقة راح نتطرق شوي ونتكلم عن هذه اللهجات ونسمع بعضها، خلوكم معنا. إذا نحاول مشاهدي الكرام إيجاد المتحدي لهذه الحلقة أو المتنافسين في هذه الحلقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ نايف قائد مسعد مثنى. نايف قائد من وين انت نايف؟ من تعز ماوية. من تعز، من ماوية. كم في لهجات عندنا في اليمن؟ شوف، في شيء اسمه لغات، في شيء اسمه لهجة. ايش الفرق بين اللغة واللهجة؟ والله ما يا رجل، اللغة يعني نتكلم بها عامة الناس، اللغة يعني زي اللغة العربية، لكن في اللهجة المصرية، في اللهجة اليمنية، في اللهجة الخليجية، في اللهجة، يعني كل واحد له لكنة. لكنة أيوة. عندنا في اليمن كم في لكنات ولهجات؟ كثير، معنا لهجة صنعاني واللهجة التعزي، معنا كم. خلنا نسمع الأخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ حاتم شفيان محمد بعلوي. من الحشا الضالع. من الضالع، سمعت الكلام. يعني ايش الفرق، ايش اللي يميز اللكنات في اليمن؟ هل هو اختلاف التضاريس، ولا تجد انه احنا فعلا مختلفين تماما عن بعض؟ يعني صاحب الضالع مختلف تماما عن صاحب تعز، صاحب تعز مختلف تماما عن صاحب صنعاء، يعني كل واحد ممكن يكون دولة، ولا مجرد هي تضاريس وطبيعة البلد؟ لا والله، تضاريس وطبيعة البلد، وخاصة يعني ما كانش من قديم في المدينة اجتماع حتى تدخل اللهجات وتصير اللهجات متعارفة، وتضاريس البلد والأماكن والمناطق القروية يعني. أما الآن مع المدن والتحدث صار أفضل، ويعني وصارت اللغة تندرج مع بعضها البعض، ولا يوجد هناك فروق في أغلب الأحيان في المدن. يعني تصير أي لغة متشابهة مع بعضها البعض، تصبح أو تصبح اللغة يعني بشكل متعارف عليه. أما في الأماكن الريفية أو كذا، يمكن هناك توجد بعض الفروق بسبب التضاريس كما قلت، وليس إن هناك كل محافظة دولة أو كذا أو كذا. وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مثواها. مين اللي قال؟ اللي يعرف الجمال يعني تقريبا مش المنخلي يشكرين. من المنخلي يشكرين؟ لا لا لا، خلنا نشوف.
لا ها؟ تعال يا صاحب الضالع، تعال تعال يا صاحب الضالع. من هو؟ عنترة بن شداد. وأغض طرفيه عن تجارتين مثواها. أحسنت أحسنت، تعال انزل، يعني أنت باين باين أطول مني. طيب الآن أنت ما شاء الله عليك حطيت رجلك على أول خيط، تمام؟ حنختار لك، حختار لك أنا كمان واحد من الشباب. أنت في أي كلية؟ في كلية التجارة. التجارة. أنا حختار لك كمان واحد من الشباب، ما يكونش صاحبك، الشيء واحد من الشباب. تعال الأخ، تعال تعال. اسمك؟ عبد الواسع. عبد الواسع من؟ عبد الواسع فوزي. من أي كلية أنت؟ كلية الطب كمان. كلية الطب. والأخ؟ حاتم شو محمد أحمد. حاتم سفيان محمد أحمد. حاتم سفيان. حاتم سفيان محمد أحمد من الضالع و عبد الواسع. وعبد الواسع من وين أنت؟ من تعز. من تعز. أنتم الاثنين حتكونوا المتحدين في هذه الحلقة، ما راح تساعدوا بعض لكن حتواجهوا بعض، أوكي؟ واحد منكم حيخرج بمئة ألف، وواحد منكم قد يذهب خالي الوفاض، وقد يجبر خاطركما أنتم الاثنين وتتعادلان وتتناصفان في الجائزة. أنت إيش تتمنى؟ أتمنى أنه يربح. واه، وأنت؟ عادي مربح سمي. عادي مربح شنو؟ وأنت عبد الواسع؟ أتمنى التوفيق للجميع يعني. لك بالضبط. طيب هنطلع فاصل مشاهدي الكرام ونرجع احنا وحاتم وعبد الواسع بعد الفاصل. طيب مشاهدي الكرام، في يعني حدث الان مفاجئ. قبل الفاصل كنا التقينا بحاتم وما شاء الله جاوب، لكنه لما عرف انه الان هو مقبل على التحدي وان التحدي ممكن ياخذ وقت شويه في التصوير قرر واثر الانسحاب، مش خوفا من التحدي بس لا لانه عنده التزام قاهر وضروري ومضطر يسافر الان، متحرك الان والله كان ان شاء الله. يعني مش قادر تصبر تاخذ لك مبلغ حلو نتبرع بها للزميل؟ لا ما تتبرع، انت تتركه يعني بدالي. ها بدالي محلي. طيب احنا كان اللي كان بيواجهك عبد الواسع، فانت مضطر الان حتاخذ واحد بدله، يعني واحد بدلك زميله. زميله ايوه زميله. وينو زميلك اللي كان معك؟ تعال تعال. اسمك؟ ضياء عبد الله. ضياء عبد الله. ضياء عبد الله. من وين انت يا ضياء؟ من تعز. كمان من تعز. أيوة ضياء. إذن أنت وعبد الواسع جاهزين، حتكونوا متنافسين اليوم، واحد منكم حيروح بالفلوس والثاني يروح بخيبة الأمل، وممكن تتقاسموا، الله أعلم إيش اللي حيحصل في التحدي، الله وحده العالم. جاهزين؟ أوكي. إذن مشاهدي الكرام، حنروح إحنا وعبد الواسع وضياء، حنطلع نجهز نستعد للتحدي ونبدأ معهم على بركة الله، ونشوف مين منهم اللي حيروح مجبور الخاطر ومين منهم اللي حنكسر خاطر اليوم، وإن شاء الله ما حد يروح منكم مكسور خاطر. يلا قولوا يا رب. اسم عبد الواسع فوزي عبد الواسع، محافظة تعز، كلية الطب جامعة تعز، بس مع الظروف يعني نقلونا لعب. اسمي ضياء عبد الله السراري، طالب في كلية الطب جامعة تعز مستوى رابع، بسبب انتقلنا إلى إب بسبب الظروف الحاصلة في مدينة تعز، والآن مستمرين في الدراسة. يعني برغم أنه صح أنك التقيتنا كذا أول مرة، ومن خلال يعني البداية يعني وقلت أنا بنشارك يعني معك في المسابقة، فكان في نوع من التردد لأنه كنت مفكر أن أنا أمشي يعني. بالنسبة لبرنامج أتحداك في نص ساعة لم أكن متوقع أن أشارك فيه يعني، وكانت مفاجأة يعني بالنسبة لي، والحمد لله أننا شرف المحاولة في هذا التحدي. لقد توقعتهاش خالص طيب. رغم أنك أنت يعني في الطريق يعني إلى البيت الآن مسافر تايس. برنامج ممتاز ورائع وممتع وناجح يعني ما شاء الله. اليوم المتنافسين صحيح أنهم من كلية الطب، لكن تنافس اليوم أدبي وفني، أوكي؟ المرحلة الأولى يا ضياء أنت وعبد الواسع، المرحلة الأولى حتبدأها أنت يا عبد الواسع
وبعدها يتحرك بعدك ضياء. انت الان مطلوب منك في مجموعه من الابيات والقصائد اللي مشهوره من بعض الاغاني الشعبيه الشهيره جدا، مطلوب منك انه تعرف لي ايش الاغنيه، طبعا معروفه، لكن من هو القائل، من هو المطرب، ومن هو المؤلف، مؤلف هذه الابيات. اوكي، بالنسبه لك انا حاعطيك، حابدا احسب لك الوقت 7.5 دقائق تماما، وعدد القصائد اللي موجوده والاغاني هن 6، معك كم؟ 7.5 دقائق هذه المرحله الاولى. بعد ما تخلص انت حيتحرك ضياء، انت معك مجموعه اخرى من الاسئله. اوكي، طيب، المطلوب منك انه يعني تعرف لي من هو المطرب ومن الذي الف هذه الابيات. اوكي، انت في جو الغناء قلت لي مش قوي، يعني ما لك مطرب معين بتسمع لاي واحد، ما فيش مطرب مفضل، ما في، كلهم عندك سواء، سواسية كأسنان المشط، حلو. طيب عموما انت معك 7.5 دقائق لهذه المرحلة، 7.5 دقائق 6 أغاني، عليك أن تبحث عن المطربين والمؤلفين. صعبة ولا سهلة؟ لا صعبة ولا سهلة، كله على حساب الحظ، كله عندك، لا كله على حساب الحظ يعني. اختار ورقة من هذول الستين. اوكي، عبد الواسع، يا صديقنا عبد الواسع، توقيتك يبدأ من الآن، تفضل. السلام عليكم. سلامة. أنا مشارك برنامج فداك في نص ساعة. عندك فكرة مثلا الأغنية دي ما نوصل الذهب؟ إيش؟ ما نوصل الذهب، من الذي غناها؟ رفعنا الذهب. الحديد. الشجرة. عندك علي لم هوا أي طارش؟ علي لم هوا أي طارش؟ أي طارش؟ عندك فكرة عن هذه الأغنية؟ يا ساحر العينين. لا والله. طيب ما الوصل الذهب؟ لا. عندك شفت ما الوصل الذهب؟ طيب ما الوصل الذهب؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ شارك برنامج تحداك في نص ساعة. عندك فكرة عن اللي ألف الأغنية حق ما الوصل الذهب أو غناها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من أي محافظة؟ محافظة إب، مديرية بعدان. مديرية بعدان، لهجتكم في إب مميزة عاد. يا إخوتي في إب، حياك الله، حياك الله. هي أكثرها هبجي والطبجي لا هذه ماشي عندنا هذه
طيب قل لي لهجة أو لكنة مميزة في اليمن تحب تسمعها كثير؟ الصنعانية. ليش؟ والبعدانية. ليش الصنعانية وليش البعدانية؟ البعدانية مسقط الرأس، والصنعانية لهجة مميزة جميلة. إيش معك من مشاركة أول؟ وريتني أبي تسمعني شعري. ياها قول بسم الله الواحد الفرد الصمد، يا رب احفظ اليمن أرضا وإنسانا إلى الأبد. يا شعبنا يكفي حروب وتوحد ولا تخشى أحد، ويا رب احفظ اللواء الأخضر هم أهل الكرم والجود وحضن دافي لمن وفد. ويا مرحبا بالسعيدة في كل عام وهي لنا المدد، ويا مرحبا بالطاقم مع سفيان الذي سلم الجائزة من دون عدد، وللجميع مليون سلام من الجبري أبا وجدا والولد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك ما الوصل الذهب طيب مثلا انتهى الوقت. الآن مشاهدي الكرام انتهى وقت أخونا عبد الواسع فوزي في المرحلة الأولى. إيش اللي عملته؟ ما راح أقول لك إيش اللي عملته الآن وإيش الصح والغلط، هذا بعدين حنتكلم فيه، لكن حنشوف انطلاقة ضياء في مرحلته الأولى وبعدين نشوف من منكم تفوق على الآخر. أوكي ضياء، هذه ورقتك. عندما أعطيك بداية التوقيت معك 7 دقائق ونصف. معك كم؟ 7 دقائق ونصف. تحاول أن تبحث عن إجابات، طبعا لا تعتمد أنه هي نفس الأسئلة، مش نفس الأسئلة، أشياء أغاني أخرى مختلفة تماما. عليك أن تبحث عن من هو الشاعر ومن هو الذي غنى. أوكي؟ طيب يا ضياء، عبد الواسع انت ارتاح لك شوية في الظل بعد المجهود الكبير اللي بذلته، اشرب لك ليمون لأنه الجاي أصعب. وانت يا ضياء تعال عندي لهنا، أعطيك 7 دقائق ونصف. يا ضياء تبدأ من الآن، تفضل. واجهتنا خلف البعد العصري والحاسد سر حبي. أبو بكر، أبو بكر سالم، سر حبي أبو بكر. منو القادم؟ أبو بكر سالم. طيب منو الشاعر؟ طيب يجيب لنا حرك حرك حرك. مليح يا زين، اطربني يا جانيات العناقيد. يسير الخدود الله يسرك. يلا تحرك. خلوا له حارتي. منو كلمة؟ الآن يبدأ ضياء في المرحلة الأولى الخاصة به هو. حوالي 6 أغاني لازم يعرف من هم المؤلفين، ومسألة المؤلفين هي غالبا هي الجزء الصعب في هذه المسألة. يمكن المطربين معروفين، مين ما يعرف أبو بكر سالم، مين ما يعرف الحارثي، مين ما يعرف عبد الرب إدريس، مين ما يعرف السنيدار، يعني يعرف.
يعرف من أول ما يسمع أيوب طارش يعرف. القصة مين اللي ألف؟ هذه هي الصعوبة. حنشوف إذا كان قادر ضياء أنه يتفوق على عبد الواسع اللي ما احنا عارفين ايش عمل حتى الان، لكن خلونا نشوف. السلام عليكم. شباب الساقية، انت تعرف ايش من المطرب اللي غنى به؟ ايوب طارق. ايوب طارق. اي اي اي. منو كلمة مين؟ عبد الله. 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 ايوب مزمان. مليح يا زين. ايش عارف مين؟ سر حبي. هذا يا ابو بكر. منو الشاعر؟ مليح يا زين. سلام عبد الله المغني. ايوه المغني والكلمات. سلام عبد الله. ابو بكر. سلام عبد الله. ايوه اسير الخدود. اسير الخدود فيصل العلي. الشاعر شاعر. اسير الخدود فيصل العلي. مليح يا زين. قمندان. سر حبي. من عايش؟ راغب علامة الهمة. راغب اللي غنى به؟ محليا. أحمد فتحي. سر حبي. ضيع ضيع ضيع. ثلاثة معي. التحدي كان أغلبه يعني اعتمادا على الحظ. يعني أغلبه كان على الحظ. مش يعني حتى لو في معلومة والمعلومة موجودة سواء اسم الأغنية أو المطرب أو الشاعر أو حتى الثقافة موجودة، إنما برضه مع الارتباك يعني ضروري ما يكون في معك جانب من الحظ. برضه يعني الزملاء ما قصروش والشباب يعني. يا قانية العناقيد مطرب منه؟ تعرف قانية العناقيد؟ قانية العناقيد هذه الأغنية. استاذ سعيد دمني. خمسة. سبعة. أحمد فضل. واحد. أهلا بكم مشاهدي الكرام. قبل الفاصل انتهى ضياء وعبد الواسع من المرحلة الأولى. الكل حاول بقدر جهده أنه يحصل على المعلومات اللازمة علشان يوفي معاه التحدي والجزء الأول من هذا التحدي. المرحلة الأولى كانت تحتوي على بعض مطالع الأغاني وبعض قصائد الأغاني. كان المطلوب من المتواجهين أو العزيزين ضياء وعبد الواسع أنهم يعرفوا من هم المطربين ومن مؤلفي هذه المغنيات الجميلة القديمة الكلاسيكية اليمنية. خلونا نبدأ وأنا بذي متبقى محمل جمالي من الخميس. هذه أغنية من أغنية عليل الهواء أو عليل ام هواء. مين اللي أنت كتبت؟ مين؟ أيوب طارش. أيوب طارش صحيح؟ صحيح. وكلمات؟ علي عبد الرحمن جحاف. علي عبد الرحمن جحاف. برافو عليك. صحيح. في خير انت وانا بنلتقي في سعاد. مين اللي غناه؟ ابو بكر سالم. حافظ المقطع تغني. بنلتقي في سعاد. من هو؟ ابو بكر سالم. ابو بكر. ما عاد اذا واحد بيغلط في ذي يشتيله ضرب. المؤلف؟ المؤلف حسين المحضار. حسين المحضار صحيح يا استاذ. حسين المحضار برافو عليك. 2-2. مرصون ومقيد قيدي حديد يا خامر البنة خذ ما تريد. من أغنية يا ساحر العينين؟ لأبو بكر سعد. لأبو بكر سعد. وكلماته ألحانه صحيح. برافو. ومن عنبرود أول جنا بندر دوا كل ما رود. فيصل علوي. فيصل علوي يقول هو من عنبرود أول جنا بندر. من عنبرود أول جنا بندر دوا كل ما رود. من أغنية أسيل الخدود؟ أسئلة الخدود فيصل علوي. من يغنيها يا شباب؟ من يستطيع يغنيها؟ ولا واحد. من الكلمات؟ كومندار. الكومندان. الكومندان اللي هو الأمير أحمد بن فضل. الكومندان أحسنت. أغنج أزج أبلج مدعجك حل. حسين محب كان من الناس اللي غنوها. حسين محب كان يعني من اللي غنوها حديثا، لكن هي كانت مشهورة لمن؟ الحارثي. ايوه طبعا هي الشعر هو من التراث. وفعلا مشاهدي الكرام يعني انا حاولت اشوف مين مؤلف هذه الكلمات لم استطع. طيب يا محسنك في السمر لابس يلق طاسي اخضر. هذه الاخيره اللي ما عرفناهاش بس المؤلف ما عرفتهاش. هي من اغنيه مال غصن الذهب. احمد بن يحيى. المؤلف احمد بن يحيى الانسي كتب صح. والمغني
المغني ما عرفتش. ما عرفتش من يعني عرفت المؤلف ما عرفت المطرب؟ من المطرب؟ الأنسي. الأنسي بس ما لا ما كتب الوجه. الحارثي. الحارثي من كان من أول من غناها. لكن لكن اللي كتبها هو أحمد بن يحيى أحمد الأنسي. إذن أنت تقريبا كلها صحيحة ما عدا واحدة. كلها صحيحة يعني معاك 6 إجابات 5 إجابات ونصف 5 إجابات ونصف لا بأس لا بأس 5 إجابات ونصف وبالتالي برافو عليك برافو عليك. خلونا نشوف الآن مشاهدي الكرام ضياء الصراري إيش عمل. واجهتنا خلف بعد العصر والحاسد خلف. سر حبي فيك غامض سر حبي ما انكشف واليوم أنا أشوف سرك حينكشف ولا لا يا صراري. المطرب مين؟ أبو بكر سالم. أبو بكر سالم أكيد. وكلمات؟ أبو بكر المحضر. المحضر المحضر اسمه أبو بكر المحضر؟ المحضر المحضر. طيب يا قمري في جبة الدار محبوب قلبي صلى ينسى. السنيدار. السنيدار صح غلط. مين اللي غناها؟ الحارثي. الحارثي هذه أول غلطة. الآن أنت خذ نفس لأنه حتى لو أجاب الباقيات صح حتتعادلوا. إذن الحارثي كلمات ذهباني. ها محمد ذهباني. محمد ذهباني. محمد الذهباني صح صح. فوش هذا الورش قل قمري غبش رشني بالمرش في ليالي سعود. فيصل علوي. انت كتبت فيصل علوي ورجعت مسحتها كتبت سلامة عبد الله. سلامة غناها صح. سلامة عبد الله يعني من الحديثين. لكن يا ورد يا كاذي ولا يا ورد يا كاذي مليح يا زين اللي هي يا ورد يا كاذي مشهورة لمن؟ فيصل علوي. فيصل علوي. ليش كتبت سلام عبد الله بعد فيصل؟ أيوه من عموما هي صحيحة إنه سلام عبد الله وفيصل علوي صحيحة لأنه سلامة كان من المتأخرين. طيب مش سلام عبد الله. إذا هذه الغلطة الثانية. القمندان الأمير العبدلي. أسيل الخدود رخصة نبا نجنا من الكرم عنقود. من الكرم عنقود أحسنت. أنا مالي ثرب الأغاني. فيصل علوي. أسيل الخدود فيصل علوي القمندان. أنت الآن عندك غلطتين إلى الآن متفوق عليك عبد الواسع. عليك سموني. سموني. عليك سموني وسمسموني مين اللي غناها؟ الحارثي. الحارثي. ومن كلمات من؟ محمد مرشد ناجي. محمد مرشد ناجي المطرب. محمد مرشد ناجي نعم. شوف خلينا نوضح أمر في عليك سموني وسمسموني. غنوها أكثر من شخص بأكثر من لحن لكن أول من غناها كان الحارثي. عفوا محمد مرشد ناجي وبعدين الحارثي غناها بلحن وبعدين ايضا في واحد حسين محب كمان غناها بلحن اخر. من شورك وشوار الزرع وزيد بهاك من اغنيه شباب الساقيه. ايوب طارش. شبابه الساقيه. ايوب طارش. ايوب طارش. وكلمات عبد الله عبد الوهاب عثمان ابو ماهر. يعني الان انت عندك 4 أخطاء مقابل خطأ واحد من عبد الواسع وبالتالي عبد الواسع برافو عليك انت متقدم الان وضياء متاخر. المرحله الاولى كانت يعني كونها في البدايه يعني كانت صعبه يعني وكنت يعني قلق ومتوتر وخايف. ما كانش في كان في خوف انه واحد يخسر وواحد يعني كان يعني هين عني انه صاحبي دائما يفوز وانا اخسر طبيعي. الاغاني بهذا ماليش فيها يعني مش من الهوايات كذا والمتابع يعني فكانت اشوف يعني حاجه صعبه حاجه غريبه يعني. ما هو المطلوب من الاخوين العزيزين؟ ركزوا.
المطلوب منك عندك الكلمات اللي تحتها خط ومحبرة، أشتيك تقول لي ما هو معناها، ما الذي كان يقصد منها، ما الذي كان يقصد منها، ما هو المعنى. تمام؟ نفس الشيء معك 7 دقائق ونصف، 7 دقائق ونصف. في بعضها واجهتنا خلف، أنا بحقرا لك هي، واجهتنا خلف بعد العصر والحاسد خلف، هذه من أغنية أبو بكر اللي تكلمنا عليها، إيش كان يقصد هو فيها؟ هذا كمثل. 6 من الأغاني، وفي معك 6 كلمات من محافظات مختلفة، إيش معناها؟ أني غبان، بأتلك، بأتولي قدين، عر الشخطة، جي نخسي والنيحة. تمام؟ طيب، هذه ورقتك، 7 دقائق ونصف، تبدأ من الآن، تفضل، روح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشترك في برنامج تحداك نص ساعة، نشتي معاني الكلمات. واجهتنا خلف بعد العصر والحاسد خلف، طبعا هذه من كلمات من اغاني يعني. عندكم خلف هذا ايش معناته؟ يا قمري في قبى الدار محبوب قلبي صلى انسان. صلى انسان. يعني معنى؟ اي معناته ايش؟ ايش صلى انسان؟ صلى يعني اتجاه. اي اتجاه هذا؟ الا لا باي اتجاه. اكثر من واحد يلا تحرك. باي اتجاه؟ فوش هذا الوحش. طيب غياب. أسيل الخدود إيش معناته؟ طبعاً كلمة أغاني نشتي معناته. أسيل الخدود سمسموني عليك، سموني وسمسموني سمسموني إيش معناته؟ بات الله بتولى قدين عر الشخطة. هذا مش من عندنا. هو لأنه مش من عندنا. إيش معناته؟ السلام عليكم. ممكن نشي معاني كلمات هذه، كلمات من أغاني عليك سموني سمسموني، ما عندك يعني إيش معناتي؟ بتولى قدين أنت جين تعال جين أخسي الناحة السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الله يحييك. نشي بس معاني في كلمات أنا من أغاني، نشي ولا بعض الكلمات نشي معنا حقهن. واجهتنا خلف بعد العصر والحاسد خلف، خلف هذا مش معناته تكون سمسموني. طيب أسير الخدود شوي نفهم يعني عشان الوقت محسوب. امتلك عن شوي انت من القريبة. عليك سموني عليك سموني وسمسموني. سمسموني هنا ايش معناته؟ سمسموني. طيب باتلك هذه باتلك تاخذها انت معك مسابقه صح. عرش شخصه يلا جينا نخسي النيحة. ايش معنى سمسموني؟ يا بعض على المعنى مش عارف. السلام عليكم. انا كلمه مش نعرف ايش معناها. عرش شخطه عندك يعني؟ عرش شخطه جينا خسي النيحه. النيحه القربه الكبيره. القربه الكبيره. القربه حول القربه الكبيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ محمد احمد المليكي. من وين يا محمد؟ من محافظه اب. من محافظه اب. ما هو الفرناء؟ الديك. فين هذا يسموه الفرناج؟ في المدينة نفسها ولا بعدان ولا؟ بالأرياف. بالأرياف. العدين. بالأرياف أيوة. ايه. وهبجي. خبجي. ايه. الهبجي. الهبجي. والطبجي. الطبجي. ايه. المتين. المتين. ليش سموه طبجي؟ نفسي أفهم. عدمين الكلمات؟ لأنه ثخين الجسم. ايه أحسنت. قل لي ما هي اللهجة اللي تحب تسمعها دائما؟ احلى لهجه يمنيه يعني تحب كذا. الصنعاني قد هو يعني ذري يقول. ايش حكايتكم اصحاب اب يعني؟ اللهجه الصنعانيه كلكم مغرمين فيها. احنا نسال القاف. شيك تتكلم صنعاني اسكه؟ الا الصنعاني ما اقدر. القاف. القهوه. جمبر.
فيها دلع ولا قوة الصنعانية؟ يعني فيها رقة هكذا. يا عيني على الرقة يا رقيق. وش هذا الورش؟ تقول لي عمري غبش بالشنيب المرش في ليل السعود. وش الورش هذا؟ عندك معلومات ما عندك؟ سموني هنا معناته سموني. خلاص كمل. سموني سموني. هذه سموني. هذه سموني. كمل وقتك يا. سموني الورش الطرف. ستوب سموني. أخيراً جاء ضياء مشاهدي الكرام بعد 7 دقائق ونصف. ضياء أنت الآن نفذت اللي عندك، أنا مش عارف أنت إيش عملت لكن شايف الكثير من المسح والأخطاء والتردد، يعني كنت تأخذ إجابة وتمسحها تأخذ إجابة وتمسحها. حنشوف أنت إيش عملت، بس بعد ما يبدأ زميلك وصديقك العزيز عبد الواسع. هذه ورقة أسئلتك، عاملها بحنان وحنية لأنها قد تعني 100,000 ريال وقد تعني الخسارة، وبالذات لاحظ أنه أنت متفوق، كنت في المرحلة الأولى على أخوك ضياء، أنت كنت متفوق، ومما رأيته في الورقة يعني في مجال، إلا إذا أنت حتهبب هذا شغلة ثانية وشيء ثاني. الله يستر. الله يستر. طيب هذه ورقتك، ووقتك عندي سبع دقائق ونصف يا سيدي، تبدأ من الآن، تفضل. السلام عليكم. المعذرة منك. دارتش معانا الكسكسي. كسكسي ايش معناته؟ الشكرا. كسكسي شكينا عادي شكينا. تأكد. طيب يا عقعق. السلام عليكم. عارف ايش معنى الكسكسي؟ كسكسي. كسكسي. كسكسي معناته الكلب الصغير. ليش؟ الدير والصغير الصنعاني. يقولوا كسكسي كسكس. بالصنعاني. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الوهاب أحمد القادري. عبد الوهاب، أنا ما شاء الله شفتك يعني معلوماتك الموسيقية ممتازة شوية. شوية يعني. تسمع الأغاني؟ بعض أحيان الأغاني التراث اليمنية. لمن تسمع بالذات يعني؟ بالذات السنيدر. للسنيدر. السنيدر أيوب طارش. جميل، حلو حلو حلو. طيب أنت يعني ساعدت أخوك أو زميلك. زميلي ضياء. ضياء وبرضو عبد الواسع، الاثنين زملاء. زملائنا في الغرفة. لو أنت مكانهم كنت حتخلص التحدي بتأدي أحسن منهم؟ الموقف يعتمد على الحظ ويعتمد على الشباب المواقيد أو الأشخاص اللي يستمتعوا بالموسيقى. جميل. ما أقدرش أتفرد بحاجة لأنه الإبداع لا يقتصر على أي شخص بعينه، وإنما يقتصر على له عدة مؤثرات، البيئة والأشخاص وغيره. يا عيني عليك. أشي يسمع أغنية منك؟ ما فيش. ولا حافظ أغنية؟ لا حافظ بس. ايش زي ايش مثلا؟ ايش الاغنيه اللي تحبها انت؟ سمع اغاني كثير عراقيه بس. يا ولد يا عراقي. حزين. ترجع على النطاق. ايوه لا يعجبني اليمنيه ولا شيء. ليش؟ اصلا مشطوط. ايش اللي مشطوط؟ قلبي. ما في حنان، ما في رغب، ما في شيء. خلاص. عمري 17. 17 سنة، الانصاص قامت يعني انت اللي في عنك في عمرك المفروض يهتم بالدراسة، مش يحب وقلبه يشطط. ما شيش دراسة ولا شتيشي، اشتي حب وحنان. الله. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع ابو الحب والحنان ونشوف الشباب ايش عملوا.
اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في نهايه هذه الحلقه بعد جولتين حاسمتين، يعني كان المفترض انها تكون ثلاث، لكن اعتقد الان الشباب مرتبطين بامتحانات ولذلك اختصرناها في جولتين كاملتين. هاتين الجولتين بين المتنافسين الصديقين العزيزين الاخوين عبد الواسع فوزي وضياء الصراري. ضياء، كيف مر الوقت عليك؟ يعني تعب، متعب قليل، لكن الحمد لله تمام ان شاء الله. يعني ما بتتمرنش؟ يعني مش كثير. يعني مش انت رياضي؟ لا ما شاء الله عليك. وبالنسبه لعبد الواسع، عبد الواسع عبارة رياضي يعني نوعا ما. نوعا ما. ايش الرياضات اللي تحبها؟ كرة القدم يعني اغلبها. خلونا نراجع نتائج الجولة الأخيرة. الجولة الأولى حسمها عبد الواسع فوزي، والجولة الثانية انطلقت بين الاثنين، كان في ارتباك شوية من عبد الواسع، لكن بالمقابل كان في تحرك سريع أنا شفته من ضياء الصراري. هل عوض ضياء الصراري ولا لا؟ خلونا نراجع مع بعض الإجابات. واجهتنا خلف بعد العصر والحاسد خلف. أبو بكر سالم عندما غناها كان يقصد بكلمة خلف إيش؟ منطقة في المكلة. منطقة في المكلة اسمها خلف. يا قمري في جبدار محبوب قلبي صلين سار. ما ايش معنى صلاين؟ باي اتجاه يعني؟ مشى في اي اتجاه. حلو. فوش هذا الورش، قل لي قمري غبش، رشني بالمرش في ليالي السعود. والله ما ادي لك نيل. كانت هذه الاجابه يعني ما جاوب عليها، ما عرفها، وبالتالي الفوش تعني كفايه، والورش اللي هي التأنق والجمال، وبعدين المصريين يقول لك الوده ورش. هي من عندنا، هي من هنا، ورش يعني جميل متأنق. طيب، أسيل الخدود رخصة نبانجنا من الكرم، من الكرم عنقود. يعني أملس الخد. أملس الخد، أسيل الخدود، أملس الخد، صحيح. ومع ذلك أنت شاطب عليها. لا شاطب كذي، هذه بسمعها. بنعتمدها. يلا عليك. سموني وسمسموني، إيش معنى سمسموني؟ لقبوني يعني. لا، هي مثل سموني لكن للتأكيد سمسموني. طيب، من شورك وشوار الزرع وزيد بهاك؟ شوار يعني زينة، خضرة، جمال. شوار الزرع ايش؟ جمال الزرع. يلا مقبولة. إذا أنت جبت أنت واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس من ست، من ست، هذه خمسة أغاني من ست، يعني عندك غلطة. خلينا نكمل بلهجة أصحاب تعز. أني غبان عطشان. عطشان، حلو. من عدن يقولوا أنا باتل لك. بردعك. باتل لك. باتل لك مكتوب. إيش مكتوب أنت؟ بأخذك. هي لا، مش بأخذك، هي يعني برفعك وأسدلك في الأرض، وبالتالي بأخذك لا مش مقبول بها، هذه غلطتين. بتولي قدين بالأصحاب حضرموت يقول لك بتولي قدين. أنت ذهبان. أم أين ساير؟ أصحاب البيضة يقول له عر الشخطة لا تشيلها. ما تعرف عر الشخطة. ها؟ عر الشخطة يعني فلت الكبريت. الكبريت يسموه الشخطة، عرها يعني فلتها. ريمة يقولوا جينو خسي. تعال يعني. ما هو جينو خسي؟ جينو خسي، جينو خسي طبعا نخسي هو الوقت من الساعة 9 الصباح حتى الساعة 11 الصبح. فلما يقول لك جينو خسي يعني تعال في هذا الوقت من الصباح، يعني الآن إحنا في وقت النخسي. ما جاوبتهاش معك هذه الثلاثة الأخيرة، عر الشخطة وجينو خسي والنيحة. جربة كبيرة يعني. النيحة جربة الكبيرة، أحسنت. الجربة الكبيرة في ريما يسموها النيحة، أحسنت. إذا أنت عندك ثنتين هنا غلط، وعندك واحدة ثلاث غلط من 12، يعني عندك تسع. تسع صحيح وثلاث أخطاء. احفظوا الرقم هذا، 9 من 12. مشاهدي الكرام، 9 هنا، 9 من 12، 9 نقاط من 12 نقطة، وخسر المرحلة الأولى. الآن لو جبت أنت 10 نقاط من 12 حتربح المسابقة كلها، والمية الألف حلال زلال عليك. وإذا تعادلتم سيقسم المبلغ بينكم مناصفة. وإذا جبت يعني أقل من 5 حتحسم له. ركزوا، إذا جاب أقل من 5 هنا حتحسم لأخونا ضياء الصراري. بدأ.
والله سامع نفسه يعني ساعة الريح كذا بتخبطني. وأنا بذي متبقة محمل جمالي من الخميس. متبقة إيش متبقة؟ طيب هذه أول غلطة. يا الله يا كريم من أولها. في خير أنت وأنا بنلتقي في سعاد. مدينة الشحر. مدينة الشحر. الشحر ممتاز هذه صح. مرصون ومقيد ومقيد مرصون ومقيد قيدي حديد يا خامر البنة خذ ما تريد. مختمر الرائحة. شوف يا خامر البنة مقصود منه الطيب مختمر الرائحة. تمام اثنين صح واحدة غلط. ومن عنبرود أول جنا بندر دواء كل مارود. مارود مريض أو يعاني من نس. يعاني مريض صح ثلاثة. أيوة نجي الآن للي خبصت انتها فيها شوي. أغنج أزج أبلج مدعج أكحل خمس. لو جبت لي ثلاث منهن بعتبر الباقي صح. أغنج دلع. دلع هذا الغنج. أزج هذه اللي ما عرفتهاش. لا أزج ولا إيش معنى أزج؟ ممتلئ القامة. ها دقيق دقيق حاجبين يسموه أزج. أبلج برضو ما أبلج. كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل أبلج يعني مشرق الوجه. مدعج مترس بالجمال. مترس بالجمال طيب صحيح. إذن معك أنت واحدة ثنتين باقي الثلاثة. أكحل يعني مكحول العين. مكحول طبيعي بان كأنه مكحول ثلاثة. إذن هذه محسوبة لك. يا محسنك في السمر لابس يا لقطاسي أخضر اللي يحبوا الصنعانية هذه أملس يعني أطرس. طاسي أخضر يعني أملس شديد النعومة. الآن نجي للكلمات. في صنعاء يقول الكسكسي يروى الصغير الكلب الصغير. أحسنت. يعني إلى الآن ما معك إلا غلطة. أنت معك ثلاث ركز. إلى الآن ما معك إلا غلطة. ليش سيتة على هذا؟ يعني ليش جالس هكذا؟ ليش جالس هكذا؟ هذه بلهجة مين؟ لا ليش سيتة على هذا؟ لهجة البيضة. الشيكمة. شتيمة. الشتيمة غلط. الشيكمة يعني الجربة الصغيرة سموه شيكمة. ثنتين غلطتين بثلاث غلطات. وبدأ ضياء يتوتر تماما. باقي معك الفرناج. الديك. الديك. بره. هذه قرأتها غلط يعني. بره. أنا جلس انتظر. بلهجة ريما بره. ما عنديش فكرة. انتظر. انتظر. لا. بكر. أنت كتبت خارج. لأني بره يعني. تعادلوا الآن. تعادلوا الآن. الآن الأخيرة هي الفاصلة. لحظة لحظة. إحنا معانا هنا فوز ومرحلة تعادل. لو تعادلوا في مرحلة وفاز هذا في مرحلة. لا يعتبر الفوز الأخ. بس هلا الأخيرة. يا عقي والديك. يا عقعق عاص الوالدين. إجابة صحيحة وبالتالي متعادلين في هذه المرحلة. إذن مشاهدي الكرام بعد هذا المداخلة من مخرج البرنامج واللي اعتمد واحدة من الإجابات أنا يعني باتل لك. أنا يعني هي باللهجة العدنية تعني باخذ أرفعك وأطرحك في الأرض. الآن هو فاز في جولة وأنت فزت في جولة. وين خالد؟ وين الأستاذ؟ عبد الواسع وضياء الصراري. 100,000 ريال من اسمنت الوحدة حلال زلال وغدا الدفع اليوم عليكم. ألف ألف مبروك. من ناحية مشاهدي الكرام حلقة اليوم انتهت. في إب موعدنا في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله تكون مواجهة أقوى وأحلى وأجمل. ألقاكم على خير. إلى اللقاء.